فين وبيروح لايه؟ طب بيروح فين السباعات دي؟ بقول لك للجمعيات، مفيش جمعيات، بتروح للجشام. بقول لك مفيش في العشب للجشام. الناس تاكل منين بقى؟ تاكل سلط؟ المفروض الفرن ده معناه ان الناس تعيش. هتفضل يا معلم. انت اللي بتتاخد من ايه؟ لكن ما تروحش للارياف. مين اللي بياخده؟ الناس بتوع الحي وبتوع الجمعيات بياخدوه من الوقت اللي بياخده. انا بالربوع ليا هقول لك الجوابات ايه؟ الشعب هنا بيجي يمسك في اصحاب الفرن، اصحاب الفرن سابوهم ايه؟ ما سابوهمش حاجه. كل ما حد يجي يتكلم على الفرن كلمه بتوع الحي. 13 جنيه في الجمعيه. اسمك ايه يا حاج؟ انا محمد ابو علي. بتشتغل ايه يا حاج؟ انا غفير نو. غفير بلاد غفير على العمار. 10 بتقول ايه؟ بياخدوا 13 غفير بيعوا بجنيه ومش لاقيينه كمان. في الجمعيه، جمعيه ايه دي؟ ما اعرفش انا، غريب منين. بنروح نجيب من الرشد، تقول لك انتم مشتركين، ما انتوش مشتركين، ما لكوش ولا خمس منكم ولا 10. ناكل ايه احنا بقى؟ ناكل شلل؟ مش طريقه دي. وجاي ايه؟ وانا ايه؟ العيد بيجي من شربين، ياخدوه بياخدوا 3000 و4000 بياخدوا شربين. يبقى شربين ولا احنا؟ مين اللي بيجي ياخده؟ هو بتوع شربين. ايوه بتروح نبروه. اربع عربات بتروح نبروه. احنا اولى ولا بتوع شربين؟ احنا من البلد، احنا بتوع جديد. بس مش لنا الحق ناخد؟ وبتوع حي الجيش وبتوع حي الجيش يروح بره. وبتوع حي شال نفس النظام. يبقى احنا مش قاعدين الكلام ده. انا راجل صنايعي، عبي جنيه عيش، راح اجيب رغيف، ابو برين هيكفي الصنايعي ولا احنا ولا احنا عشان نجيب جنيه عيش كل يوم لازم نعمل مشكله بقى.